السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني، معكم أستاذ صفاء أو ميس صفاء من قناة اليوتيوب. اللي بيسمعنا لو مرة جو فيديو ما ينساش تشتركوا علينا الجرس. باراجراف أباوت أحمد زويل، باراجراف عن أحمد زويل وسيرة ذاتية عن العالم المصري المشهور. There are many scientists in Egypt that we are proud of. هناك العديد من العلماء في مصر اللي احنا فخورين بيهم. دكتور أحمد زويل he is one of the most important scientists. هو واحد من أهم العلماء. كلمة scientists هنا ما كفتش عندي، عادي ممكن الكلمة لو عندك ما كفتش ممكن تكملها في السطر الجديد، يعني تكتب نصها فوق ونصها تحت، ولكن هنا في حط كده أوضع شرطة وكملها تحت عادي تكملتها. هو فاز بجائزة نوبل في الكيمياء. He was awarded Nobel Prize in chemistry for his work of femto chemistry. فاز بجائزة نوبل في الكيمياء عن عمله في كيمياء الفيمتو. He loved Egypt very much. هو أحب مصر كثيرا. He is a genius chemist. يعني هو كيميائي عبقري. Genius يعني عبقري. دكتور أحمد زويل invented for the electronic الكترون مايكروسكوب. هو اخترع رباعي مايكروسكوب رباعي الابعاد. هي نقول دكتور احمد invented for the electron microscope، اخترع مايكروسكوب رباعي الابعاد. هي يوزد ليزر تكنولوجي. هو كمان يوزد ليزر تكنولوجي، يعني استخدم تكنولوجيا الليزر to develop the fastest camera in the world، يعني لتطوير أسرع كاميرا في العالم. This camera، هذه الكاميرا help scientists to observe in slow motion. هذه الكاميرا تساعد العلماء ليلاحظوا بالتصوير البطيء what is happening during chemical reactions، يعني ماذا يحدث أثناء التفاعلات الكيميائية. برضو هنا reactions ما كفتش، كتبت نصها فوق ونصها تحت وحطيت شرطة. أحمد زويل we missed him because he died in 2016، يعني توفي في 2016 but his name shall never die. اسمه عمره ما هيموت، اسمه عمره never die، لا يموت. فول ستوب في الأخير هنا، حطينا فول ستوب نقطة بعد في نهاية الباراجراف. سيرة ذاتية لعالم مصري مشهور، أو هنا باراجراف عن أحمد زويل. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.